كذا رسالة نفس المعنى، هختصرهم كلهم في مشاكل الميراث. طبعا هي مش شغلتي خالص، وعلماء الدين مغطينها كويس جدا جدا، لكن أنا عايز أنبه المختلفين وهيموتوا نفسهم على الفلوس. بس أنا هنبه تنبيه من أب، من أخ، من دكتور، زي ما أنت عايز. الخلاف على الميراث شديد جدا جدا جدا، وبيصل في بعض الأسر، مش هقول إلى الضرب ولا القتل، مش هقول الكلمة دي، بس هقول إلى المقاطعة، إلى المقاطعة، بتقطع صلة رحم. ليه؟ عشان فلوس أو أرض أو شقة. أنا عايز أفكر كل واحد بيسامعني، بس بالله عليك جاوب صح، جاوب صح عشان ما نزعلش من بعض. تحب ربنا يعاملك بالعدل ولا بالفضل؟ بس هو ده اللي أنا عايز أسأله لك. لو جاوبته حلينا المشكلة كلها، والله حلينا المشكلة كلها. واحد يقول لي يعني إيه؟ مش فاهم السؤال. أقول له ربنا عاملك بالعدل، كل حاجة عملتها تاخد عقابها، والثواب تاخد ثوابه. بالفضل هيتغاضى عن أخطاء كتير جدا، ما كنتش متعمد، ما كانتش كانت لمم، ما كانتش من الكبائر، هيتغاضى عنها. مين مننا يا اخوانا ما غلطش؟ واحد يرفع ايده يقول انا ما غلطش، ما بقولش كبائر، حاشا لله، لا بتكلم على خمره ولا زنا ولا قتل ولا سرقه ولا اي حاجه من الكبائر اللي ربنا حط لها عقوبه في القران. لا، بتكلم مايكروباص معدي وزنق عليك روح شتم. طب ما دي ما ده ذنب، ذنب، عملت ذنب. واحد ظلمته في درجه وانا بامتحن شافه، ما كنتش دقيق قوي معاه، وهكذا اخطائنا كثيره جدا جدا جدا، ولكنها من اللمم اللي ربنا يغفرها. طب لو عملنا بالعدل مش هيغفرها، مش هيغفرها. كل ما نرجوه يوم القيامة من ربنا انه يعاملنا بالفضل، يعاملنا بالفضل مش بالعدل. خلاص يبقى اتفقنا، كلنا نرجو من الله ان يعاملنا بالفضل، كلنا موافقين طبعا. طب بما ان انت عايز ربنا يعاملك بالفضل، طب ما تعامل الناس بالفضل. بالعدل انت لك 1000 جنيه، لكن بالفضل انا هسيبه، مش عايزه. في نظير ما خسرش، لا اخ ولا اخت ولا عم ولا عمه ولا ابن عم ولا ابن عمه، ايه يعني؟ زي ما انت ترجو من الله ان يعاملك بالفضل، عامل الناس بالفضل. كلمه ربنا قالها في القران انا وقفت عندها، والله والله تشيب، والله العظيم تشيب. ولا تنسوا الفضل بينكم. اظن ده امر، ده امر، ده مش اوبشن، مش يلا اللي عايز يشتغل بالفضل يشتغل واللي عايز بالعدل يشتغل، لا. ولا تنسوا الفضل بينكم، الفضل هيدخلك الجنة. طب مهما عشنا هتعيش قد ايه؟ 80 سنة، 85 سنة اقصى حاجة. ده اللي وصل 90، ده احنا بنقول ده 90 سنة دول ولا حاجة، ولا حاجة في الزمن. طيب كلنا هنقابل ربنا، هنقعد بين يدي الله. ساعتها اللي عامل الناس بالعدل، بالعدل هيندم، هيندم، بس حيث لا ينفع الندم. هيقول ربنا يا رب رجعني تاني وانا اعمل صالح، ما ينفعش. لكن اللي عامل الناس بالفضل هيكسب،
ولا تنسوا الفضل بينكم. اوعوا حد يكون الخلاف على فلوس، على ارض، على شقة، ويقف عند هذا وتنتهي عمره بقى. تعالى الجانب الاخر بقى، ابليس اطرد من الجنة، اطرد، ربنا امره سبحانه وتعالى ان يسجد لابوك، يسجد لابوك ادم، رفض، رفض، قال خلقتني من نار وخلقته من طين، أأسجد لمن خلقت طينا؟ ياه، ايه الكبر ده؟ ياخد الامر جاي لك من الله تسجد. فسجد الملائكه كلهم الا ابليس، رفض. ربنا عمل ايه؟ طرده من الجنه. اطرد من الجنه، كان طالع سعيد ولا زعلان؟ تعالى نتخيل واحد بيطرد من الجنه، هيبقى طبعا قمه الحسره والتعب النفسي والزعل وكل حاجه. قال له ربنا ايه؟ اما اسال السؤال ده كتير من الناس يقول انه هيغوينا، والله ما غوى ناس كتير، ما غواش كتير. كم واحد قتل في الكره الارضيه؟ مش كتير. كم واحد زنى؟ كم واحد سرق؟ مش كتير. لكن قال كلمه كتير جدا بشوفها في عباد الله ونبهه عشان يخلي باله. ربنا قال ربنا ايه؟ ولا تجد اكثرهم شاكرين. يا رب مش هخلي حد يشكرك. ربنا اكد كلامه، اكد كلامه، قال وقليل من عبادي الشكور. الخلاف على الميراث يخش تحت هذا البند. انت خدت جزء، الحمد لله، الحمد لله، بلاش ابقى اطمع في كده. اخوك، اخوك خد مش حقه، مش حقه، وخد من حقك، طب وماله؟ هنيئا له، وماله؟ محسوبالي فوق، محسوبالي فوق. فخلينا دايما ما ننساش الكلمه خالص. ابليس بيبعدك عن الشكر، ربنا قال قليل من عبادي الشكور. انا كنت بحج السنه دي، لقيت واحد حاطط ايديه على الكعبه ويقول اللهم اجعلني من القليل. كنت اول مره اسمع هذا الدعاء، هو واقف جنبي، احنا الاثنين لامسين الكعبه كده، فكنت اول مره اسمعه، فخليته مشي ورحت ماشي وراه بقول له انت تقصد ايه بالقليل؟ قال لي الم تقرا قول الله وقليل من عبادي الشكور؟ انا عايز ابقى من القليل الشكور، مش كده. ولا تنسوا الفضل بينكم. الفضل ده يعني بسيب حاجه، حقي وبسيبه، هذا هو الفضل. انما نتخانق ونخسر بعض وتنتهي، قد تنتهي بحاجه سيئه جدا جدا، مش عايز اقول امثله شفتها في حياتي، امثله كتير، انا سن كبير، سن كبير وشفت امثله كثيره لخلاف على ميراث جبار. في بقى نقطة، الميراث ربنا حطت له قواعد محدش يحيد عنها خالص، قواعد، الذكر ايه والانثى ايه والعم ايه والعمة ايه والاب ايه والام ايه واللي مالوش عيال ايه، محطوطة كلها كلها بالحرف. لكن افرض انا حقي في الميراث ضعف اختي، ده ربنا قال كده، هل لو سبت لاختي جزء من مالي ده هل هذا حرام؟ هل انا بخالف الشرع؟ سالت ثلاثه من علماء الدين الكبار قوي قالوا لي لا، سيب زي ما انت عايز، زي ما انت عايز.